السيدة روزماري فادي رومانوس، she's an engineer and owner of company سلمى جروب. أهلا وسهلا فيك مدام روزماري. هاي دكتور علا، هاي كيفك؟ جود، عم تسمعونا منيح؟ الصوت كله واضح، all is اي good، نعم تفضلي. بونجور كيفك؟ سافا ماشي الحال، جود جود. بس كنت يعني حابة شوي أعرف على حالي وعلى النشاطات اللي بنعملها. نحن شركة لبنانية وعنا معمل بنصنع مواد تجميل وبنفس الوقت مواد تنظيف وتعقيم. المعمل موجود بقضاء جزين، والبراند يعني هي الماركة اللي بتتسوق، المكتب تبعها ببيروت، ونحن هلأ يعني تقريبا بكل السوق اللبناني. أنا بس يعني إذا بتحبوا تسألوني أسئلة فينا نجاوب. اي نعم تفضلي. حضرتك انجينيور، بدي اسالك عن واقع الكونتكست بروفيشنال بظل جائحة كورونا كيف كان، وخاصة انك اونر اوف كومباني، سو بدي اعرف كيف صار تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد وعلى اعمالكم بشكل عام. أكيد. بالنسبة للاختصاص اللي هو هندسة كهرباء وكمبيوتر، وين أنا يعني تعلمته ومارسته لفترة قصيرة، بس بعدين حبيت أكتر أكون يعني مؤسسة شركة. و يعني عندك الاس 3 انتربرينور؟ إيه أكيد الحمد لله. الاستثمار هو يعني من أنا وصغيرة، بس كنت دايما يعني ما بعرف، الاهل بيقولوا لاولادهم انه بليز تعلموا هذا الهندسه، او الشهادة. بليز تعلموا المحاماه، او بليز تعلموا الطبابه. يعني بركي الاورينتاسيون او الاتجاه اللي بجربوا الاهل يوجهوا اولادهم فيه هو يعني بالمجتمع تبعنا هو حسب هتلاته، بس اكيد الولد هو لازم يكون يقدر يعطي رأيه بالقصص اللي بحب حسب هول يعمل. ثلاثة، لأنه قبل كانت برستيج أنه أنا ابني طبيب أو ابني مهندس أو ابني فارماسيان، هلا صرنا عم نعمل أكثر أورينتاسيون للتلاميذ. هلا الكورونا منعتنا شوي، بس صاروا الجامعات عم بينسقوا مع تلاميذ التيرمينال، يعني ما قبل ما يفوتوا على الجامعة بيعملوا لهم أورينتاسيون بروفيشنال أكيد، منشان يختاروا هن شو بحبوا، وكمان بيفرجوهم شو متطلبات سوق العمل. وأهم شيء تنمية قدراتهم البحثية وتنمية تفكيرهم حول المشاريع، لانه اذا ضلوا هيدا اذا بدك الابخنا عم يستثمر قدراته حدا تاني، هو ما حيتعلم انه يستثمر بمطرح ويطلع هو عنده مشروعه الخاص. صح سو شو رايك بهالخبريه؟ حبيتي انك انت صرتي انتربرينور وحسيتي ايه لقيتي حالك؟ اكيد اكيد. وما بقى يعني ما بقى بقدر ارجع انا. هو نحن كل شيء نحن عم نعيشه ونشوفه حدا مفكر فيه ومؤسسه. يعني الاعلام مثلا، في حدا قال انه انا بدي اعمل هالستركتور وفيها حيشتغلوا عدة اشخاص معي. كل شيء انتم، وهذا ستيف جوبز بيقوله، يعني everything you see around you has been in someone's head. Someone فكر وقال هيك بدي اعمل. هلا so basically انه الانتربرينور هي بتجي معها مسؤوليه، مش انه أكيد. انا I am my own boss وما حدا، ما برد على حدا. بالعكس، هو بالعكس انت صرت عند الكلاينت، يعني انت هلا عم تشتغل للكلاينت، بطلت انت يعني ما بترد على حدا، اوكي بس بترد على الكلاينت لو شو ما صار. Il va répondre aux besoins, قصدك. اكزاكتلي البزوان تبع البزنس يعني. وهي بيزيكلي بدك بتكون تشوف اوبورتونيتي وتو فيل ذس اوبورتونيتي. يعني في ما الناس بدها شيء، يو جاست هاف تو جيف ذيم وات ذي وونت ان اني واي، سيرفيس، برودكت، ايفريثينج. هيدي الشغلة صعبة بس حلوة بنفس الوقت. كنا عم اكيد نحكي عن تأثير الكورونا على شغلكم بشكل عام وعلى مشروعكم، كيف كانت مواجهة هالجائحة؟ وإن شاء الله قدرتوا ترجعوا على السوق بشكل عادي. أكيد. سو بالنسبة لكورونا، نحن كنا دايما ننزل على السوق، يعني كان عندنا ماركت، فارمرز ماركت، كنا ناخد بوب اب. أول شهر شهرين وقف كل شيء. يعني بعد تفكير وكثير من التفكير قررت إنه أنقل كل الموديل البزنس، يعني كيف تفوت انكم اونلاين.
يعني كيف الإدوكيشن تحولت أونلاين، نفس الشيء طريقة إذا الشغل. كانت طريقة التكيف مع الأزمة. يعني نحن ما كنا قبل، يعني قبل كان الأونلاين بركي 5%، هلأ صار تقريباً 95% من الريفينيوز. وأكيد يعني بالنسبة للوضع الاقتصادي بلبنان، الصناعة الوطنية تحسنت، يعني هيدا الشيء بركي يعني منيح ومش منيح، يعني عرفت كيف؟ يعني هلأ اللبناني صار بعقليته بحب يشجع الصناعة الوطنية. فنحن بالنسبة لهالسنة كانت سنة فيك تقولي يعني تأسسنا وفرعنا بريزنس بالماركت. شكرا. بدي بس بليز توجهي رسالة أخيرة للشباب اللبناني وتنصحيهم شو يعملوا بشهاداتهم أو كيف يفكروا يعملوا مشروعهم لإلهم. يعني أنا بركي اللي حقوله هلأ شوي controversial، يعني معقول الناس ما كتير تتقبلها، بس هلأ لأنه الناس عم بيقولوا أنه بشو بالهم وجائحة كورونا، بس نحن حبينا اليوم بهذه الجغنية نعطي أمل لكل اللي عم بيشاهدونا بلبنان والعالم، لنقول لهم أنه بعد في مبادرات وفينا نعمل شيء للبنان. أكيد. وبحب زيد أنه بكل كريز في opportunity، والكرايز مش دايماً بتجي، which means أنه opportunities مش دايماً بتجي. فبالعكس يعني بكل كريز في اوبورتونيتي ينعمل، بس الواحد لازم ينبش عليها ويكون عنده المنتل ريزيلينس انه يتخطى كل هالتشالنجز اللي رح تجي بوجهه كرمال يقدر يحقق احلامه وامنياته. ف That's all I have to say. بدي اقول لك ميرسي بوكو، ميرسي لمشاركتك معنا، شرفتينا ونورتينا وبونجورني. وانا بدي زيد شغله انه شركه سلمى كانت سبونسر داعم لهذا الايفنت. ثانك يو روزميري. جود لوك، واتس جريت يعني تو انه يو ار اورجنايزينج سمثينج مثل هيدا الشيء ما بحياتنا شايفينه قبل. نحن هون تندعمكم. ميرسي بوكو. ثانك يو.